بعد لما بنراجع حالة حضرتك وبنحدد ان احنا محتاجين نعمل منظار رحم، احد الاسئلة الشائعة اللي دايما بنتسألها هو يا دكتور حضرتك هتديني تخدير ولا لا؟ طبعا المنظار ده بيبقى عبارة عن آلة بتخش جوه الرحم، القطر بتاعها حوالي 4 ميلي. علشان اعرف ادخل الآلة جوه الرحم واشوف ايه المشكلة اللي عندنا في الرحم ونشخصها ونعالجها، يفضل ان احنا ناخد بنج بيبقى عبارة عن تخدير كلي، وفترة العملية بتتراوح من 10 دقايق ل20 دقيقة على حسب العملية هتتم فيها ايه. فالافضل والأأمن لحضرتك ان احنا نعمل العملية دي بتخدير كلي، وان شاء الله ربنا يتم شفاكي على خير وتقومي بالسلامة. تابعونا في الحلقات الجاية للإجابة على استفساراتكم وأسئلتكم.